السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بمتابعي قناة أم جمانة، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد. إن شاء الله اللي غيكون فيه واحد الكيك عائلي، نتمنى ينال الإعجاب ديالكم، وكنعتذر منكم على طيلة الغياب اللي شحال هذه ما صورت معكم لظروف متعددة. كنتمنى تقبلوا مني هذا الاعتذار، وكنشكر الجميع، وكنشكر بزاف تاع الناس اللي سولوا عليا في الخاص وقالوا لي تعطلتي علينا ومالك ما لحقتي لينا الفيديو، ولكن كنشكركم بزاف وكنقول لكم شكرا شكرا جزيل الشكر. ودابا غندوزو ان شاء الله للمقادير. عندي كاس تاع الحليب، كاس تاع الزيت، عندي كاس تاع الحليب، وكاس تاع سنيده، ودانون فلو تاع الشوكولات، وعندي ثلاثه تاع الخمارات، وعندي فانيا، وعندي معلقة تاع الزبدة، وعندي ربعة تاع البيضات، وعندي واحد عصير حامضة، واحد عصير حامضة، ورشة الملح، وعندي ثلاثة الكيسان تاع الدقيق ونص. إن شاء الله هنشوفو الدقيق معنا شحال غنحتاجو. دابا غندوزو إن شاء الله المقادير، ندوزو على بركة الله. دابا غنخلطو في الطراب، غنجيبو الطراب غنخلطو فيه الزيت والبيض، غنخدمو الزيت ديالنا والبيض، إن شاء الله ونرجع. لا بلا تبغو تخلطو على الطراب. دابا غنطربو البيض ديالنا وسنيدة في الخليط، خلطنا المقادير ديالنا، الحليب مع الزيت مع البيض مع سنيدة مع دانون، نضيفو جوج معالق كبار تاع بودرة كاكاو، ونضيفو كيس تاع فاني، ونضيفو ورشة الملح، خليل من الملح باش تصح الذوق، وغنضيفو ثلاثة تاع تقدير غنضيفو ثلاثة تاع الأكياس تاع الخميرة، نخلطو نخلطو مزيان هاد الخميرة مع الكاكاو مع الفاني، نحطو على هاد الشب، ونضيفو عصير نص حامضة، غندوزو دابا الدقيق إن شاء الله. عندي كاس الأول، غنخلطو، كنزيدو الدقيق شوية بشوية وحنا كنخلطو، كاس تاني،
كاس تالت عندي ثلاثة الكيسان. أنا أعتبر جبنة سنة نضيف نص كاس وعندي ثلاثة الكيسان ونص تاع الدقيق اللي خدا فيها الكيك اللي خدا عليا أنا الكيكة هنايا خدا فيها ثلاثة الكيسان ونص تاع الدقيق دقيق ممتاز دقيق خاص بالحلوى هاتوما الخليط ديالك يجي على هاد الشكل هدا متقيلاش مخفيفاش دابا غنجيبو المول ديالنا بعد ما دهناه بالدقيق ورشيناه دهناه بالزبدة ورشيناه بالدقيق الخليط ديالنا بعد ما حصلنا عليه على هاد الشكل هدا غنكبوه في إناء اللي غيدخل الفران انا درت هنا هاد المول المطخون تقدروا تستعملوا اي مول